فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة جدا، وهتلاقوا خدماتنا اللي احنا بنقدمها. تمام، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تتعرفوا على أحدث المنحات الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية ممولة بالكامل في كندا وبراتب سنوي 50,000 دولار. تمام، طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي دولة كندا، وطبعا لا تعليق عليها، يعني من أفضل وأحسن الدول حول العالم، وناس كتيرة جدا بتحلم بالهجرة أو الدراسة ليها. تمام، طيب بالنسبة للجهة المانحة، الجهة المانحة هي الحكومة الكندية، والحكومة الكندية عاملة برنامج كده اسمه Vanier Canada Graduate Scholarships. تمام، ده اسم البرنامج أو اسم المنحة اللي بيتم عرضها، وده ممول عن طريق الحكومة الكندية. تمام، بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. المرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة للماجستير والدكتوراه فقط، يعني لو انت مخلص بكالوريوس او في اخر سنة بكالوريوس وعايز تدرس ماجستير متاح، لو انت في اخر سنة ماجستير وعايز تدرس دكتوراه او مخلص ماجستير وعايز تدرس دكتوراه متاح، انما دراسة الليسانس او البكالوريوس في المنحة دي غير متاح. تمام، طيب بالنسبة للمنح المتاحة عندنا أو التمويل، بيقول لك سوف يتم توفير 50,000 دولار سنويا لكل طالب، تستخدم في مصاريف الجامعة ومصاريف الحياة من سكن وطعام وغيره، فهذا راتب سنوي كافي جدا. انت متخيل 50,000 دولار ليك سنويا بتغطي لك كل حاجة. تمام، من أكل وشرب ودراسة، كل ده بيكون على حساب المنحة. كمان انت هتدرس في افضل جامعة من جامعات العالم في كندا، يعني هتدرس في جامعات معترف بيها عالميا. تمام، كمان اضافه ان الدراسه هتكون باللغه الانجليزيه او الفرنسيه متاح، الناس اللي من دول المغرب العربي زي الجزائر المغرب تونس والدول دي هتدرس باللغه الفرنسيه لو حابين يدرسوا بيها، وكمان اي دوله تانية او اي شخص حابب يدرس باللغه الانجليزيه برضه متاح، اللغه الفرنسيه والانجليزيه متاحين. تمام، طيب وهنا هتلاقي رابط جروبنا على الواتساب ورابط جروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه. بالنسبه للتخصصات المتاحه عندنا، عندنا مجموعه تخصصات زي التخصصات الصحيه متاحة، تخصصات العلوم الطبيعية متاحة، تخصصات الهندسة بجميع أنواعها، تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق والأداب وغيره، يعني تقدر تقول بنسبة 85% من التخصصات متاحة التقديم عليها في المنحة دي، من تخصصات طبية هندسية علمية أدبية كل متاح. تمام، طيب بالنسبة للجامعات المتاحة للتقديم، احنا قلنا ان دي منحة حكومية. تمام، يعني اول ما تسمع كلمة منحة حكومية فمشارك جامعات كتير في المنحة دي، فهتلاقي جامعات هنا، تعال نشوف القائمة بتاعت الجامعات اللي هي متاح انك تقدم عليها، يعني ما فيهاش تروح لأي جامعة كده وتقدم فيها، لا لازم التقديم على أحد الجامعات دي أو لازم انت تختار الدراسة في أحد هذه الجامعات. تمام كده، فهنا هيطلع عندنا قائمة الجامعات، اسم كل جامعة. تمام، هتلاقي هنا دي كلها قائمة الجامعات، بتشوف الجامعات المناسبة ليك، عددهم تقريبا 600 جامعة أو حاجة. تمام، فانت بتشوف بقى، بتشوف الجامعات المتاحة عندك وعايز تقدم على اي جامعة بالظبط. تمام، طيب دلوقتي خلينا نرجع بقى للمقالة ونكمل. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم، الأوراق المطلوبة للتقديم بسيطة مش معقدة، مطلوب منك السي في بتاعك، سيرة ذاتية، آخر مؤهل دراسي حصلت عليه، أو لو أنت في السنة الأخيرة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. كمان مطلوب منك بروبوزل، خطة بحث تعملها بشكل احترافي، كمان مطلوب خطاب نية. تمام، موتيفيشن ليتر، مطلوب 2 خطابات توصية اونلاين اتعملوا، وكمان عندنا هنا ملحوظة ان بعض الجامعات بتحتاج شهادة لغة انجليزية او الفرنسية او شهادات اخرى، لذلك حاول تختار الجامعات التي لا تحتاج ذلك. يعني انت هنا عندك قائمة جامعات كتير، تمام، في جامعات بتحتاج ايلتس وتويفل وحاجات زي كده، حاول تروح للجامعات اللي ما بتحتاجش الايلتس والتويفل. تمام، فبالتالي انت كده يعني هتخلص من الجزء ده. طيب عندنا هنا تنويه ان المنحة دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، متاحة لجميع الاعمار، كمان المنحة دي منحة حكومية بتقبل اعداد كبيرة من مختلف الدول،
كمان اذا غير متاح معك الشهاده، يعني اذا غير متاح معك شهاده اللغه الانجليزيه بتقدر تقدم. كمان يمكنك التقديم اذا انت خريج او في اخر سنه من المؤهل الحالي. طيب بالنسبه لكيفيه التقديم، بيقول لك كيفيه التقديم، اول حاجه في ابلكيشن اونلاين، وابلكيشن في بعض الفقرات يعني طويله شويه لازم تحاول تملاها بشكل احترافي وترفق فيها كافه التفاصيل. تاني حاجه بعد لما تملى الابلكيشن خلاص ورتبت فيه كل حاجه، بتروح تختار احد الجامعات وتقدم عليها. يعني التقديم هنا كانه مرحلتين، المرحله الاولى انك بتملى ابلكيشن المنحه، المرحله الثانيه انك بتروح تشوف احد الجامعات اللي انت مهتم بيها وبتقدم عليها، وبتذكر الجامعات اللي انت ناوي تقدم عليها في الابلكيشن المنحه يعني. تمام كده. طيب بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 2 نوفمبر 2021، ده اخر ميعاد عشان تقدم في المنحه دي. كمان طبعا ما تنسوش هنا خدماتنا الاضافيه، قناه منح من كل العلوم توفر خدمات اضافيه زي ان احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه منحه انت عايزها، ان انا عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، كمان خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وكمان بتلاقيه هنا وبتملى استماره الخدمه اللي انت مهتم بيها وبنبدا احنا نتواصل معاكم ونرتب معاك كل شيء. تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف بقى الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي دي عشان يفتح معاك كل التفاصيل اللي انا قلتها. كل التفاصيل اللي انا قلتها هتلاقيها موجوده هنا في الاعلان ده. تمام، كل حاجه هتلاقيها مكتوبه باللغه الانجليزيه. فهنا بيوضح لك هنا قيمه التمويل $50,000 سنويا، كل التفاصيل امتى الابلكيشن هينتهي 2 نوفمبر 2021، كل حاجه ذاكرها لك هنا، ذاكر لك الناس اللي تقدم، كمان الطلاب الدوليين، الناس اللي مقيمه حاليا في كندا واللي معاهم الجنسيه الكنديه. تمام، يعني الطلاب الدوليين الكنديين كمان يقدروا يقدموا هنا التخصصات المتاحه. تمام كده. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف ابلكيشن التقديم اللي احنا قلناه هنا. هتيجي هتضغط على كلمة هنا عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. تيجي تضغط كلمة هنا دي هيفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن طبعا لازم تملاه بطريقة احترافية. تمام. طيب بالنسبة للابلكيشن هنا عندنا موجود باللغتين، اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، تقدر تملاه بالانجليزي وتملاه بالفرنسي على حسب ما انت عايز. تمام. طيب انا كنت شرحت المنحة دي السنة اللي فاتت في نفس الوقت ده، كنت شرحت المنحة دي، فمنع للتكرار انا هحط لكم فيديو شرح التقديم، هربطه لكم على الفيديو ده عشان تشوفوا كيفيه التقديم. ومنع للتكرار هو نفسه بالظبط، ما اختلفش اي حاجه، فهتتبعوا نفس الشرح وهتعرفوا ازاي تقدموا المنحه بنجاح. تختار اللغه اللي انت عايز تكمل بيها، تختار اللغه الانجليزيه. تمام. تضغط هنا على انجلش، هيفتح معاك بعد كده الابلكيشن. هو ساعات الموقع بيكون تقيل شويه فتخليك صبور. فهنا هتلاقي عندك لوحة الدخول للابليكيشن. فانت طبعا كمستخدم لأول مرة ما عندكش لا ايميل ولا باسورد على موقع المنحة، تروح تعمل ايه؟ هتلاقي كلمة اسمها ريجستر من فوق هنا، تروح ضغط عليها. تمام؟ لما تضغط عليها هيفتح لك صفحة، الصفحة دي انت من خلالها تقدر تسجل وتعمل ايميل وباسورد على ابليكيشن المنحة. فزي ما هنشوف دلوقتي ازاي هنعمل الريجستريشن على موقع المنحه. فهتضغط على الجزئيه دي، لما يظهر لك الصفحه دي تضغط على الجزئيه دي كونتينيو كرييتنج يور نيو اكونت. تمام. وبعد كده هيفتح لك بقى صفحه فيها مجموعه من الاسئله. دلوقتي يظهر معانا مجموعه من الاسئله، تحاول تجاوب على كل سؤال عشان تعمل اكونت. فهنا بيسالك مجموعه من الاسئله، عايز الابلكيشن بتاعك باللغه الفرنسيه ولا اللغه الانجليزيه، تحط الايميل بتاعك، تختار التايتل بتاعك، تحط الفيرست نيم والميدل نيم واللاست نيم، تحط الباسورد، تحط زي سيكريت كويتشن كده وتجاوب عليه، وبعدين تضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده عملت اكونت على موقع المنحه. تمام. بعد لما بتعمل اكونت تضغط رجوع عشان ترجع بقى لصفحه الدخول الاوليه اللي هي فيها اللوجن وفيها المكان اللي تكتب فيه الايميل بتاعك والباسورد. تمام كده. ترجع تاني من هنا وهيظهر معانا الصفحه دلوقتي اللي فيها المكان اللي هنحط فيه الايميل والباسورد. طيب هنا ده المكان اللي هتحط فيه الايميل والباسورد اللي انت عملتهم، وتضغط على كلمه ساين ان عشان يدخل معاك للابلكيشن. تمام. طبعا الموقع ده بيعرض فرص كتيره جدا، ولكن احنا عايزين الفرصه اللي هي بتاعه معهد الدراسات العليا في كندا اللي احنا عايزين نقدم ليها. فده هتلاقي الابلكيشن هيفتح معاك بالشكل ده، وانا هنا اوريدي كنت بدات الابلكيشن، فتضغط على اللي هي اسم المنحه فانير كندا جراديت سكولرشيبس، تضغط عليها.
هيظهر لك بعد كده مجموعة من التفاصيل، الحاجات اللي انت لازم تملاها. هيظهر معاك هنا مجموعة اشياء لازم تملى كل سيكشن من دول، دي بقى التاسكس الموجودة عندك، لازم تملى كل واحدة من دول، وفي الاخر هتلاقي كلمة سبميت، فتضغط على سبميت ويبقى انت كده قدمت للمنحة. تمام كده؟ فتلاقي ان الجزء الاول هنا بيكلمك على الاهتمامات بتاعتك، انت عايز تقدم لايه، المجال اللي انت عايز تقدم ليه، فتختار طبعا في الجزئيه الاوليه تختار المجال اللي انت عايز تقدم ليه، التخصص ايه بالظبط. تمام؟ فتحاول هنا تختار التخصص اللي انت عايز تقدم ليه، مثلا تختار هنا الهيلث والناتشرال ساينس ولا السوشيال ساينس، وبعدين تختار بقى البرانش بتاعها، وبعدين تعمل سيف، ويبقى انت كده اخترت التخصص بتاعك. تمام؟ بعدين تعمل ريترن وترجع تخش على السكشن اللي بعده، لان احنا قلنا كذا سكشن موجودين، فكل سكشن هتملاه من الاشياء اللي موجوده عندك، تحاول تجاوب على اسئله. وهنا بالنسبه للجزئيه دي معلوماتك الشخصيه، انا هشرح كل حاجه كده سريعا. وهنا دي بالنسبه للجزئيه دي، هنا دي المعلومات الشخصيه بتاعتك، وهنا ده بالنسبه لخطابات التوصيه اونلاين، تحط البيانات بتاعه الشخصين هنا. وهنا بالنسبه للجزئيه دي ديجري انفورميشن، اللي هي الدرجه اللي انت عايز تقدم عليها والجامعه اللي انت اخترتها، ايه الجامعه اللي انت عايز تقدم عليها، الجامعات اللي احنا كنا ذكرناها هنا، قلنا في قائمه من الجامعات، تحاول تحط في الجزئيه دي الدرجه واسم الجامعه اللي انت عايز تقدم عليها. وهنا بالنسبه للبروبوزال انفورميشن، دي بالنسبه لخطه البحث، خطه البحث هتحطها هنا، تشوف بقى يعني انت مثلا هتقدم على تخصص خاص بالصحه، يبقى تحاول تعمل خطه بحث على موضوع الصحه وتحط خطه البحث هنا في الجزئيه دي. تمام كده؟ حط البروبوزال بتاعك، التايتل بتاعه، تحط الابستراكت بتاعت البروبوزال، تحط كل هذه الاشياء. تمام؟ وبعد كده بتعمل سيف وبترجع للقائمه اللي فيها الاشياء السكشنز اللي موجوده اللي انت بتملاها. تمام كده؟ هنرجع هنا للقائمه تاني وهنشوف ايه المفروض نعمله. تمام؟ هنا بعد البروبوزال هتلاقي الكونفيرم دوكيومنت سنت. هنا بالنسبه للجزئيه دي انت بتاكد انك مليت للجامعه، يعني هنا بالنسبه للجزئيه دي انت بتاكد لهم انك هتملى للجامعه وانك هتقدم وترسل الاوراق بتاعتك للجامعه، لان الاوراق اللي احنا كنا قلنا عليها هنا لا زي السي في، اخر مؤهل دراسي، الاوراق دي بتحتاجها الجامعه منك. تمام كده؟ مش مطلوبه انك تحطها هنا في المنحه، فهنا المنحه فقط يعني مديك سؤال كده انك تاكد ليهم، لما تخش جوه هتلاقي بيظهر لك زي مربع كده، انك تاكد ليهم انك اوريدي هتبعت الاوراق دي للجامعه. تمام؟ ان الاوراق المطلوبه منك هنا تبعتها للجامعه، لانها هي اللي هتقرر هنا من خلال الاوراق بتاعتك. فتضغط برضه على الجزئيه دي، وهنا ده البريفيو اللي هي المراجعه على الابلكيشن والبيانات اللي انت حطيتها، واخر شيء ده السبميت للابلكيشن بتاعك اللي خلاص ده بتضغط على، بتخش على الجزئيه دي وبتضغط على زرار السبميت، وبقى انت كده قدمت في المنحه. وبكده نكون اتعرفنا على كل تفاصيل المنحه، منحه ممتازه جدا ومموله بالكامل. ما تنسوش اخر ميعاد للتقديم، وكمان ما تنسوش خدماتنا الاحترافيه، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.